واتساب تضيف ميزة المكالمة الثنائية لتطبيقها. أعلنت شركة واتساب إطلاق وظيفة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الشهير باسم المكالمة الثنائية أو المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة. وبطبيعة الحال يمكن للمستخدم رفض هذه المكالمة الواردة مباشرة، ولكن عند قيامه باستقبالها فسوف يتم إنهاء المكالمة الحالية تماما، ويجد المستخدم نفسه في المكالمة الجديدة التي استقبلها للتو، نظرا لأن وظيفة واتساب الجديدة لا توفر إمكانية التنقل من ما بين المكالمتين. يتعين على أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد للانتظار لبعض الوقت إلى أن تتوافر هذه الوظيفة في تطبيق واتساب، طبعا المخصص لهواتفهم وفق ما ذكرت إحدى الوكالات الإخبارية.